بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، أقدم لكم هذا الفيديو، وهو عبارة عن مقارنة ما بين وان كوين وسويس كوين. وتتساءلون لماذا بالضبط هاتين الشركتين؟ لأن الوان كوين عملة، هي العملة الرقمية التي تمكنت خلال سنة ونصف فقط أن تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد البيتكوين. يعني هنا هذه هي العملة الصاعدة التي أثارت الضجة في العالم. ولماذا السويس كوين؟ السويس كوين لأن هذه العملة تعمل تقريبا بنفس نظام الوان كوين، ولأن لها شهرين فقط على البداية، لذا فهذه هي فرصة الاستثمار في هذه العملة لأنها ما زالت في بدايتها. زيادة على ذلك، فمن المقرر لها أن تخرج إلى التداول في شهر فبراير 2017. يعني هناك فرصة كبيرة لبناء شبكة قوية ولتستفيد من ارتفاع ثمن العملة في الأشهر الموالية. سنمر الآن إلى أوجه التشابه بين العملتين. بالنسبة لأول نقطة، فالعملتين لهما تقريبا نفس واجهة الموقع. يعني إذا نظرت إلى واجهة موقع سويسكون ستلاحظ أنه نسخة طبق الأصل عن الوان كوين تقريبا، ويمران أيضا من نفس مراحل التعدين، بحيث يشتري الشخص البقاء ليحصل على التوكنز، ثم ليستفيد من المضاعفة، ثم ليرسل التوكنز إلى التعدين ليحصل في الأخير على العملة. وهناك وحماية هذه المواقع تعتمد على نظام الكيك. بالنسبة للوان كوين وسويس كوين كذلك، know your customer، يعني اعرف زبونك، يعني أي منخرط في الشركة فيجب عليه أن يرسل أوراق الهوية التي تثبت هويته لكي يستفيد من جميع خدمات الموقع. وكما تنظرون هذه هي واجهة الموقع سويس كوين. يعني هنا لدينا لي كوينز، هنا كوين فاليو، توكنز، البونيس، الاي واليت، يعني هو نفس ما يكون في الكاش، تريدين اكاونت، سبليتس. يعني كما تلاحظون نسخة طبق الاصل على الوان كوين. وبالنسبة للبونيس، فسويس كوين يعتمد على نفس التقسيم، بحيث تذهب 40% الى تريدين اكاونت و 60% الى الكاش اكاونت. وهناك ايضا اربع انواع للبونيس بالنسبة للشركتين. هناك الدايركت بونيس، الماتشينج بونيس، التيم بونيس يقابله في الوان كوين نتورك بونيس، الفاست ستارت بونيس يقابله في الوان كوين ستارت اب بونيس. سنمر الان الى ابراز نقاط قوة شركة سويس كوين. يعني بالنسبة للباقات، فللشخص ان يشتري باقات تبتدئ فقط ب 25 اورو، في حين ان الوان كوين اصغر باقة هي 110 اورو. يعني هنا في سويس كوين هنالك باقات 25 اورو، 50 اورو، 100 اورو، وهكذا ذلك. رسوم تسجيل في سويس كوين في حدود 25 اورو فقط عوض 30 اورو، وإمكانية شراء نفس الباقة او الباقة الاصغر، في حين ان في الوان كوين ليس لك الا ان تشتري الباقة الاكبر. يعني اذا اشتريت باقة 110 في الوان كوين، واذا اردت ان تشتري باقة اخرى فتشتري باقة 550. اما في سويس كوين فاذا اشتريت باقة 500 اورو، واذا اردت ان تشتري باقة 25 اورو فبامكانك ذلك. والمفاجأة هو ان الشركة تخول لك استفادة من مضاعفتين، يعني جوج ديال سبليتس، ابتداء من باقة 1000 اورو عوض 5500 اورو في الوان كوين. وهذا شرح تفصيلي للباقات. كما ترون باللون الأزرق الباقات التي تخول لك مضاعفة واحدة، باللون الأحمر أربع باقات تخول لك مضاعفتين، وباللون الأصفر باقتين تخول لك ثلاث مضاعفات. بالنسبة للبونيس، وهنا تكمن القوة الضاربة لشركة سويس كوين، بحيث أن استخلاص البونيس يتم بشكل يومي عوض أسبوعي. يعني كما تسمعون بشكل يومي عوض أسبوعي، يعني البونيس يعني تستخلصه في اليوم الموالي من تسجيل الشخص. الماتشينج بونيس يبلغ 11 جيلا عوض 4 أجيال فقط في الوان كوين. يعني في الوان كوين الربح على ربح الأجيال يبلغ فقط 4 أجيال في الوان كوين، أما في سويس كوين فيبلغ 11 جيلا. وتخيلوا معي مدى الربح الذي يمكن للشخص أن يحصله من الماتشينج بونيس.
وبالنسبة للتيم بونوس وهو نتورك البونوس، يعني بونوس يعني الخاص بالشبكة، فيجري حسابه على مجموع حجم معاملات كل الشبكة وليس فقط الجهة الأضعف كما في الوان كوين. كما تعلمون في الوان كوين فيحسبون لك نقاط الجهة الأضعف، مثلا إذا كانت الجهة الأضعف هي الجهة اليمنى فيحسبون لك نقاط الجهة اليمنى ويعطونك 10%. أما بالنسبة للتيم بونيس بالنسبة لسويس كون فيحسبون لك حجم معاملات كل الشبكة ويعطونك البونيس الخاص بك وبشكل يومي كما قلت في النقطة الأولى. وهذا شرح تفصيلي إلى تفصيلي للبونيس، يعني الدايركت بونيس كما تعلمون هو الحصول على 10% من المبيعات المباشرة للأشخاص الذين سجلتهم برابطك الخاص. فاست ستارت بونيس وهو تحصل على 10% من المبيعات المباشرة إذا ما تمكنت من تحقيق 5000 نقطة في الشهر الأول من فتح حسابك. تيم بونيس كما قلنا هو الذي يقابله النيتورك بونيس وهو ربح الشبكة. فكما ترون هناك 11 نسبة، والنسبة الأعلى هي 22%، وهي تمر بخط تصاعدي، يبدأون معك ب2% إذا ما بلغت حجم التعامل ديالك، حجم تعاملاتك 1000 نقطة، 4% إذا ما بلغ حجم تعاملاتك ب5000 نقطة، وهكذا دواليك. وللاستفادة من هذا البونيس فهناك شرط واحد وهو تسجيل شخصين على الأقل يشتري كل واحد منهما باقة 25 أورو، يعني الشرط سهل سهل جدا. وبالنسبة للماتشينج بونيس وهو الربح على ربح الأجيال، فتمر بعدة نسب مختلفة، تبدأ بخط تصاعدي ثم تبدأ بالنزول إلى حين الوصول إلى نسبة 1%، يعني في الجيل الأول تربح 5% على الجيل الأول والجيل التالي 10%. يعني ليس هناك يمين أو يسار في سويس كوين، هناك جيل أول وهما الأشخاص المباشرين، الجيل الثاني هم الأشخاص الذين تسجلوا عن طريق الأشخاص المباشرين، وهكذا دواليك. يعني الجيل الثالث هو من سجله الجيل الثاني إلى حين الوصول إلى الجيل 11. وللاستفادة من هذا البونيس فيجب عليك شراء باقة 250 أورو وتسجيل شخصين على الأقل يشارك الواحد منهما باقة 50 أورو. يعني شروط الاستفادة من هذا البونيس يعني في إمكانية الجميع. أما بالنسبة إلى تحفيزات الشركة فالشركة وضعت كما قلت تحفيز جد جد مهم، وهو الحصول على 100 سويس كون كهدية ترحيب من الشركة. يعني بمجرد فتح حساب في الشركة فالشركة تعطيك 100 سويس كوين، ولكن العرض محدود يعني مخول فقط للأوائل الذين يتسجلون بالشركة. يعني أدعو الجميع لأن يتسجل ويتسجل ولو بحساب مجاني روكي إلى أن يتم شراء باقة 25 أورو أو 50 أورو أو ما شابه. وكما تعلمون التسجيل المبكر يخول لك بناء شبكة قوية والربح على المدى المتوسط والبعيد عند ارتفاع ثمن العملة. وهذا الكلام يفهمه كل من استثمر في عملة رقمية، من استثمر في عملة الوان كوين أو الليت كوين أو البيت كوين يعرف أن التسجيل المبكر هو الذي يخول لك بناء شبكة قوية والربح على المدى المتوسط والبعيد.